السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الخلاصة كورة. أولا بعتذر عن تأخير هذا الفيديو، لأن الفيديو دلوقتي المفروض أول مباراة في الفيديو هتتلعب الساعة 6 مساء بتوقيت مصر اليوم بإذن الله تعالى. مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 2022 والقنوات الناقلة ومعظم المعلقين. متابعين الكرام، الجولة هتبدأ اليوم بإذن الله تعالى الجمعة 11/2/2022. ماميلودي سان داونز الجنوب افريقيا يلعب امام الهلال السوداني اليوم الساعه 6 مساء بتوقيت مصر والساعه 6 مساء بتوقيت السودان عشان الهلال السوداني، و7 مساء بتوقيت مكه المكرمه. القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 4 الرابعه. معلق المباراه سوار الذهب. النجم الساحلي التونسي هيلعب امام شباب بلوزداد الجزائري. المباراه معادها الساعه 6 مساء بتوقيت مصر والساعه 5 مساء بتوقيت تونس و5 مساء بتوقيت الجزائر، والمباراة أيضا ميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 التالتة، ومعلق المباراة محمد بركات. الوداد الرياضي المغربي هيلعب أمام سجاردة اسبرانسا، مش فاكر هو منين بصراحة، تقريبا ممكن يكون من جنوب أفريقيا أو ممكن يكون من الكونغو مثلا ولا حاجة. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 التالتة، ومعلق المباراة جواد بدة. غدا السبت 12/2/2022 بإذن الله تعالى، ترجي الرياضي التونسي هيلعب أمام جالاكسي الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر. المباراة بين الترجي التونسي وجوين جالاكسي تقريبا ممكن يكون من السنغال الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر و2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة كل قناة بين سبورتس اتش دي 3 بين سبورت التالتة. معلق المباراة المتألق روف خليفة. الزمالك المصري هيلعب امام بيترو اتلتيكو الكونغولي او تقريبا الكونغولي، والمباراه معادها الساعه 6 مساء بتوقيت مصر والساعه 7 مساء بتوقيت مكه المكرمه. المباراه زي ما قلنا 7 مساء بتوقيت مكه المكرمه. القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 3 بين سبورت الثالثه، ومعلق المباراه علي محمد علي. حوريه كوناكري الغيني هيلعب امام وفاق رياض سطيف الجزائري الساعه 6 مساء بتوقيت مصر والساعه 5 مساء بتوقيت الجزائر و7 مساء بتوقيت مكه المكرمه. القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 4 الرابعه، ومعلق المباراه حفيظ الدراجي. واخر مباراه مباراه الرجاء الرياضي المغربي هيلعب امام امازولو الساعه 9 مساء بتوقيت مصر الساعه 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه والساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. والقناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 3 بين سبورت الثالثه العاديه. معلق المباراه جواد بده. وطبعا مباراه النادي الاهلي تم تاجيلها علشان النادي الاهلي هيلعب امام الهلال يوم السبت باذن الله تعالى 12/2، مباراه في الثالث والرابع في كاس العالم للانديه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بعتذر مره اخرى عن ان عملت الفيديو متاخر قوي كده، انا اسف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.